عشان كده دايما كان ربنا بيشجعنا على تجاوز الأحزان بذكر أنه معانا في أوقات الأحزان. تقريبا ما في كلمة حزن تذكر إلا وجنبها معية الله. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. ربنا معاك بالمدد القوي المطلق. وربك يقول في القرآن على السيدة مريم فحملته حملت سيدنا عيسى فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. ربنا معاك وهيهيئ لك الأكل والشرب وبساطة وسهولة الولادة. الله معاك. وشوف لما ربك يقول لأم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وكأن في لحظة الحزن ربك بيقول لك تعلم واحدة واحدة كيف تتعافى أنا معاك. المدد الإلهي جنبك بس أنت اللي عليك تفهم وتتعلم فن تجاوز الأحزان.